مسيكم بالخير. تفضلوا اسمعوا إذا بتريدوا هيدا هالشي. تفضلوا اسمعوا، أهلا وسهلا فيكم. قال لي بوغدانوف بصراحة في بيروت عندما زارني في بيروت في 2013 بأنهم لن يسمحوا بسقوط بشار الأسد، وبأنهم وقال لي لافروف بأن بشار الأسد لا يزال يتمتع بشعبية وصدقية. وكان نقاش حاد، لكن طبعا هذه سياسة دولة مع روسية، تقوم روسية بسياسة استباقية يعني في مواجهة العالم العربي والعالم السني بالتحديد، يعني تحاول أن تحمي نفسها لأن هناك 30 مليون مسلم سني في روسيا، يعني يظنون بأنهم بضربهم العرب في سوريا يستطيعون أن يحموا أنفسهم. التموضع الحالي للقاعدة طرطوس وجوار طرطوس وكأنهم يرسم بالدم، وعلى حساب الشعب السوري ووحدة سوريا، وكأنه يرسم بالدم خارطة جديدة لسوريا، وهي حماية ما يسمى الساحل، مع الأسف سأستخدم كلمة الساحل العلوي، وكأنهم هناك في حال، والحرب ستستمر، في حال استمرت الحرب وخسر النظام يبقى له تلك القاعدة، هذه المحمية الروسية الأسدية. التعنت الروسي منذ البدء الذي ساند هذا النظام إلى آخر رمق، ولم يسهل خروج البشار والوصول إلى تسوية سياسية فيها شيء من اللامركزية، تحفظ حقوق الأقليات السورية وبنفس الوقت تحفظ سلامة الشعب السوري، ويرسى فيها صيغة جديدة وطنية ديمقراطية. بإحدى اللقاءات مع لافروف كانت حفلة جنون، وترجيت لافروف، قلت له لا تعادوا الأغلبية السورية أي السنة، وكان قاسيا جدا، يعني ذكرني لافروف بالوزير الشهير مولوتوف. ثم لاحقا في اللقاء الأخير قلنا طيب نقبل بما يسمى بالتسوية الانتقالية لجنيف، وافترقنا. لم يقبل لافروف بأن هناك ثورة شعبية محقة تريد الخلاص من طغيان النظام السوري. كان المنطق لافروف كمنطق بشار أنهم يحاربون ما يسمى الإرهابيين، وهذا غير صحيح، لأن اليوم المعادلة هي إما داعش أو النظام. أبدا، هناك شعب سوري موجود، هجر، قتل، دمر، أحرقت مدن بكاملها، لكن هناك شعب سوري يحق له الحياة. يحاولون ضرب المعارضة أو المعارضات التي هي في على مشارف الساحل العلوي، على مشارف طرطوس، وعلى مشارف أيضا القاعدة الروسية أو القواعد الروسية. داعش، موضوع قتال داعش يستوجب قوات برية إن في العراق أو في سوريا. اليوم الهدف الأساسي للروس وللنظام استعادة المناطق التي خسروها والتي المشارفة على طرطوس. يعلنون في موسكو حربا صليبية جديدة، على من؟ على غالبية الشعب العربي والإسلامي. هم هذا حضارة من الحماقة، لكن الغرور، يعني غرور القيصر بوتين وغرور حتى هذا يعني البطريرك الجديد، بطريرك روسيا الجديد، أوصلهم إلى هذه الحماقة وهذه المغالطة التاريخية. إنهم سيقضون على ما تبقى من المسيحيين في المنطقة العربية. ستخلق يعني شعورا معاديا للمسيحيين في سوريا، وهذا أمر لم تعرفه سوريا. سوريا بلد كان متنوع، متعدد، متسامح بالرغم من النظام الدكتاتوري، لكن ستنعكس، لأن تخلي الغرب عن المعارضة المعتدلة. أيضا علينا أن نرى جريمة الغرب وأمريكا، أوباما بالتحديد، تجاه المعارضة المعتدلة التي
تركها ودخلت علينا عناصر غريبة عجيبة ستخلق تناقض طائفي، ستخلق حرب مذهب طائفية في سوريا. مع الحل السياسي في سوريا دون بشار، مع تعددية وطنية في سوريا تعطي إلى حد ما لا مركزية كطائف لبناني، طائف سوري، لأنه في النهاية لا نستطيع أن ندين مثلا العلويين لأنهم علويين، والشار حتى أتى بهم إلى الخراب. يعني هل تعتقد أن كل العلويين يميلون إلى بشار؟ أبدا، هم عرب. I feel empowered. I feel like the Dimitri post diagnosis loves every inch of himself. Ask your healthcare provider if Biktarvy is right for you and visit. لذلك لابد من إزاحة بشار ووضع صيغة. من سيضع هذه الصيغة؟ تضع صيغة الدول الكبرى، لكن الدول الكبرى اليوم تتناحر على جثة الشعب السوري، على جثة سوريا بعد مرور 100 عام على سقوط السلطنة العثمانية. وسنترحم، أنا شخصيا من الذين يترحمون على شانس السلطنة العثمانية. الولايات العربية التي كانت تابعة للسلطنة العثمانية، أي العراق أي سوريا، تتمزق بحروب مذهبية وطائفية، وتتمزق بالتدخل الروسي وغير الروسي. وهناك طبعا كمان سايكس بيكو، لكن هناك وعد بلفور. وعد بلفور يتوسع، أي الملجأ لليهود سيصبح لاحقا، سيهود الضفة والحرم، وسيطرد العرب إذا استمر هذا الأمر من فلسطين التي نعرفها فلسطين العربية. الروس وضعوا صواريخ متطورة مضادة للطائرات في منطقة طرطوس. هذه رسالة مزدوجة لإسرائيل وأيضا لتركيا، لأن تركيا أيضا لها هم، كان همها الأكراد. لما هو المشكل بتركيا بأن لم تتعامل مع القضية الكردية الداخلية من حيث إعطائهم الحقوق المشروعة مع الاحتفاظ بوحدة تركيا، فدخلوا الأتراك في تناقض بمحاربة نظريا داعش وعمليا البي كي كي، أي جماعة أجلان، والPYD أكراد شمال سوريا. فاليوم الروس وضعوا حد أو يضعون حدا لأي مغامرة تركية، وينسقون أو يحولون التنسيق مع أكراد شمال سوريا الذين قد يطالبون باستقلال ذاتي في مرحلة معينة. نحن في بداية طريق طويل للتمزيق. هل يستطيع الوطنيون العرب والأكراد من حماية هذه المنطقة من التمزيق؟ لست أدري. ليس هناك لدروس سوريا آجلا أم عاجلا إلا القيام بمصالحة مع أهل حوران، بالمصالحة الوطنية، وهم في النهاية هم عرب سوريون قبل أن يكونوا دروز أو سنة أو إلى آخره. أما قضية العلويين فإن بشار حتى هذه المغامرة الروسية ستكون على حساب العلويين، لأن لا نظن بأن غالب العلويين هم مع بشار الأسد، وقد ورطهم في هذه الحرب الدموية. وأيضا هناك اليوم هجرة علوية من سوريا. آخر كتاب قرأته هو لأندرو روغن The Fall of the Ottomans، سقوط العثمانيين. نعم. إذن بعد 100 عام من سقوط السلطنة العثمانية ومحاولة تقسيم السلطنة آنذاك على سايكس بيكو سازونوف، نعود إلى نقطة الصفر. ليست فقط الولايات العربية التي كانت عثمانية تتمزق، حتى تركيا إذا لم تستدرك في القضية الكردية وتعالج القضية الكردية ليس عسكريا بل سياسيا، حتى تركيا في خطر. عدنا 100 عام إلى الوراء. تاريخهم بالأساس توسعي، نعود إلى أيام كاثرين الثانية. تاريخهم توسعي، وعندما توسعوا بنوا تلك الأمبراطورية واحتلوا المناطق، إذا صح التعبير، الغالبية من الإسلامية.
لكن يعني يعني لا مش لا من شيء يدوم. طيب بقي بقي الاتحاد السوفيتي 70 عاما على نظريه احاديه، ثم انهار من الداخل، ثم انهار من الداخل لان سرطان الفساد وسرطان عدم وجود الحريات دمره من الداخل. اذا بوتين ليس اقوى من ستالين، فعليه ان يكون حذرا. فقط أتمنى أن يعني أتمنى حلا سياسيا في منطقة تلتهب سوريا إذا أمكن، لكن التدخل الروسي جعل الأمور أعقد. عشت أيام صعبة جدا وأقسى بكثير، لكن لم أرى في أمامي صورة سوداء كالتي أراها اليوم، إن في العالم العربي وخاصة إن كان نراها في فلسطين التي ستضيع في غياب في مجاهل في مجاهل هذه الحروب العبثية العربية أو العربية الكردية إلى آخره. نعم سمعته، ما بده شيء. البترك تبع روسيا انشرى من واحد عينه النظام الإرهابي تبع بيت الأسد نائب الرئيس بالحكومات تبع الاحتلال الياس الهراوي وإميل لحود بهيك الوقت، ومعه الميل تبع ماهر الأسد وبعض آخرين من اللي كانوا جزء من النظام تبع حافظ الأسد، حطي ميل وإنه بيعمل انفستمنت، ما بعرف شو الانفستمنت اللي بده يعمله ما بعرف، مع إنه عمل مصريات وتقدر وصل لبيت الأسد من السعودية من دولة عربية سنية. أما كله خبز وكذب واحتيال والبتكنية. اثنين قبل ما أترككم، كل كن سمعته شو عمل البطرك الماروني بعد ما روح برم على هاللي صور إيميل الشعب اللبناني، ميشيل عان وعائلته وبناته ونبيه بري وعائلته وبناته وليده وطفيله والبتكنية سموه، وطاه ونجيب مقاطة خان المرفق وخان المواطن اللي قتلوهن أبو رجال وبجاني وهول كلن، إيه خان ما بتفرق معه. البترك الماروني والتسعتعشر، البترك الماروني جزء لا يتجزأ من الجهاز الأمني الإيراني السوري الإرهابي حزب الله، إيه حطوها بروسكن وروحوا حكوا البتكنية. والتسعتعش أو الخمسة وعشرين المطران اللي وقعوا ضد البطريرك الوطني الكبير البطريرك صفير، كمان هدول بالميل بيعوا حيلن ويدوس قبل من المرق قدامنا، ما في شي زيادة. أهلا وسهلا فيك نسمعه، وإسا عندي إشياء كتير تتسمع كنيهة، تفضلوا.